مرحبا بكم مشاهدينا في جولة عناوين الصحف. البداية من يومية الأحداث المغربية التي نقلت تصريحات لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ذكر فيها أن قرابة ربع أعضاء مجلس النواب متوسطو التعليم أو أنهم لم يتلقوا أي تعليم طيلة مشوارهم السياسي. وكشف تقرير مرفق بالحصيلة البرلمانية أن قرابة 20% من أعضاء الغرفة الأولى لم يحصلوا على شهادة البكالوريا، فيما قاربت نسبة البرلمانيين الذين لم يحصلوا على أي تعليم 2%.